وتفاؤلي مش من فراغ، تفاؤلي ان احنا لما بنقارن خريطه الفقر دي مع خريطه الفقر اللي كانت قبليها في بحث 10 11 ده اللي انتوا شفتوه النهارده، بحث 12 13 بحث 10 12 كل مدن الصعيد، اسف كل محافظات الصعيد نسبه الفقر فيها متراجعه، يعني في تحسن. هما لسه في الستينات والخمسينات، احنا متوسط الجمهوريه 26، فقر في الجمهوريه 26، مفيش محافظه في الصعيد اقل من 50، يعني احنا بنتكلم ان هما لسه ايه، بس الملاحظ ان اللي كان 69 بقى 60، واللي كان 58 بقى 55 او 54، وكل المحافظات الترند دي فيها مطبق تماما الا الاقصر مفيش خالص، فهي الوحيده اللي لم يتراجع نسبه الايه الفقر فيها. لكن التفاؤل منين؟ ان الحكومات بقت واعيه شويه، لان التنميه في الصعيد بقى حاجه ايه، مش رفاهيه ولا اختيار ولا اختيار، وقدرنا ان احنا الصعيد يبقى صوته عالي، وان هو ياخد حقه اللي تناسته حكومات كثيره من قبل، وان هو ياخد حقه في التنميه. الكلام هو واضح ان كل المحافظات نسبه الفقر فيها متراجعه، ما زالت عاليه جدا ومحدش يرضى بالكلام ده، لكن هي كلها متراجعه. فان شاء الله نستمر، والبحث الجديد بتاع 14 15 يثبت ان شاء الله، وانا متاكد ان النهارده احنا عندنا استحقاق جاي جديد، استحقاق الرئاسي اللي احنا رايحين له بعد كام يوم، وكل رئيس هيبقى هيحاسب على البرامج اللي هو اعلنها للشعب. واهم حاجه الشعب مطالبه بيها ايه؟ التنميه ومستوى المعيشه والمشاكل الحاده اللي بيعاني منها مجتمعنا النهارده. فانا اتوقع ان اي رئيس قادم ان شاء الله هيكون مهتم جدا بنواحي التنميه، وهيهتم جدا بانه يطلع بره الصندوق ويشوف موارد جديده ويولد الموارد ويواجه المشاكل الاساسيه، وان شاء الله ننجح في ان احنا البحث بتاع 14 15 يثبت باذن الله صحه هذا التفاؤل باذن الله. الحقيقه يا استاذه اميره وانت اول واحده تعرفي ان اي مرشح مش محتاج يلجا للجهاز، لان كل اللي عندنا موجود على ايه؟ على الموقع. واحنا يمكن احنا كل يوم بنلبي طلبات ناس ما نعرفهمش مين دول، واحنا لما بيجي حد مركز المعلومات تحت يطلب حاجه لما نقول له انت مين؟ ولا عايز الكلام ده ليه؟ احنا بنلبي له طلبه وخلاص. فمؤكد ان البيانات الموجوده ومعلنه، والناس ممكن تكون طلبت، لكن انا مش عايز اقول حد بعينه طلب مني حاجه وانا وديتها له، وانا بقول لو كان حد طلب كنا هنلبي له فورا، لان احنا اللي بيطلب على طول من غير ما نعرف زي ما قلنا مين، فما بالك بقى واحد هيبقى رجل عام او كده. فطبعا لازم نهتم ان احنا في بحث الدخل والانفاق القادم. اقدر اقول لك يا استاذ خيري ردي على هذا الكلام نهايه هذا العام، وسبب ان انا بقول لك نهايه هذا العام ان انا عايز اشوف الموارد الجديده اللي هتتضخ فين في الاقتصاد. الموارد الجديده انا عندي ثقه كبيره، وانا واثق ان كلاهما عايز فعلا يحقق ايه انجازات، وعشان يحقق انجازات لازم يولد موارد، واكيد الموارد دي هتخش وتحسن، او على الاقل يا استاذ خيري نقدر نحسن ونرشد المصيبه السوداء اللي عندنا اللي اسمها الدعم. يعني مفيش، انا مش متوقع ابدا ان سواء الرئيس ده او الرئيس ده هيستمر بخطه الدعم دي ايه في الفتره الجايه، واحنا بنقول المكاشفه. واحنا اهو احنا شفنا الرئيس عدلي منصور في خطابه في يوم عيد العمال ابتدى يصارح الناس ويقول للناس ان احنا عندنا مشاكل، ويعرف الناس ان احنا مشكله الطاقه دي والصرف اللي بنصرفه على الطاقه دي بيروح تلتينه لمن لا يستحق. فلا بد ان المجتمع يعي ان احنا عايزين عمليه جراحيه في هذا الموضوع. عمليه جراحيه كل عمليه بيبقى لها ايه فتره نقاهه او يمكن اثار سلبيه، فلا بد ان نحتمل اي فتره نقاهه او اي اثار سلبيه لاعاده ترشيد او اعاده النظر في الصرف على الدعم، وخاصه فيما يخص الطاقه في الفتره اللي جايه. واحنا مستعدين كشعب ان احنا ايه نتقبل. الحكومه جاده في انها عايزه مفيش فقير يتضر، مفيش فقير يتضر، وانا متاكد ان في اجراءات هتتعمل. يعني يمكن قبل ما يعلوا السولر يبعتوا، انا شايف وزير التموين مثلا بيعمل استماره ذكيه او كارت ذكي عشان تصرف فيه ايه الدقيق قبل ما يخلي سعر الدقيق ايه موحد. مفيش طبعا، انتم متخيلين يا جماعه الحلم بتاع ان الدقيق يبقى موحد في مصر؟ مش الشكاره دي ب 200 هنا وب 18 جنيه هنا، على طول تفتح مليون باب للايه؟ للفساد. 18 جنيه هنا هي هنا ب 18 وهنا ب 200. الله، انا مجنون ده وان نازل من السماء ما الحاجات دي ما تخلوش ايه؟ تغريب انه يلعب بديله. فطبعا لما يبقى
سعر موحد مؤكد. يمكن في ناس هتنضر شويه في الاول او ممكن ما نقدرش نوصل لها بسرعه، بس دي عمليه جراحيه ضروريه يا جماعه، عمليه في غايه الاهميه. قلنا اذا كناش هنبتدي بالرغيف والعيش والدقيق والقمح، لابد ان نبتدي بالايه، بالبترول. احنا هو بنقول الجهاز اللي بيستخدمه عربيات في مجتمعنا 6% من المصريين عندهم عربيات، 6% من المصريين عندهم عربيات. هل يعقل ان انا اودي لهم 170 مليار ادعمهم اللي عندهم العربيات دول؟ مش ممكن. فلا بد ان احنا برضو لما نيجي نعمل العمله دي مؤكد الميكروباصات هتغلى. بس احنا اهو لما اخر مره، انا بقول لكم الكلام ده كاعلاميين محترمين، اخر مره لما غلينا السولر انا مش فاكر امتى بالظبط، لكن فاكر انه زاد 35 قرش في اللتر، زاد 35 قرش، كانت بقى اتعمل ب 110. واحنا لو انتوا فاكرين الجدول اللي عملته وزعته لكم، قلت الرحله الفلانيه دي زادت تكلفه السولر فيها 10 ساغ، لكن الكارته زودتها 50 قرش، والرحله دي زادت ب 35 قرش، وصاحب الكارته زودها ب 150 قرش. والجدول ده لو انتوا فاكرينه احنا عملناه ووزعناه عليكم. فاحنا نتمنى ان مصر الجديده لما يحصل فيها حاجه زي ال 35 قرش دي تاني او ايا كانت، يبقى كل واحد يعني يبقى واعي شويه وهو ايه بيحرك اسعاره بالقدر اللي هو، والدوله من ناحيتها هتحاول تصل للمتضررين وتحاول تنفذ اللي كلنا وكل الاساتذه وكل الاحصائيين وكل العلماء وكل الاقتصاديين بتقول ايه، لا مؤكد الدعم النقدي احسن من الدعم العيني. خلي السعر السلعه بسعر ايه واحد في السوق. ها ازاي نوصل ما دي بقى هي دي الجديه استاذ خيري، لا هي دي الجديه. انا بقول اهو انا مش عندي 6 مليون موظف في الحكومه، ادي دول اول ناس اكثر ناس في الدوله، دول على طول موظفين الحكومه اروح مدين لهم مثلا. لما تيجي تحسبها كده هي انا حسبت مره لقيت ان المواطن لما هنعمل تحريك الاسعار دي ونسيب الاسعار باسعارها، يحتاج له في الاسره، تحتاج لها في الشهر الاسره من 4-5 تنفار. ده الكلام ده بقى مش للاعلانات، ده انا بتكلم الناس بتفهم معايا، يعني الاسره محتاجه لها 400 جنيه، محتاجه لها 400 جنيه. تمن ايه دول؟ تمن لو انت هتخلي انبوبه البوتاجاز ب 80 جنيه بسعرها، وهي النهارده سعرها 8 جنيه، الراجل ده اللي هيشتري اديله انبوبتين في الشهر للاسره، انبوبتين، يبقى عايز كام جنيه؟ 150 جنيه فرق ال 160 من ال 16، يبقى ادي 150 جنيه اديهم للي ايه؟ للي انا هخليه يشتري الانبوبه من السوق 150. علاوه على العيش، العيش 25 تكلفه حقيقيه، 5 جنيه 5 ساغ ايه؟ 25 قرش تكلفه في 20. لو هم نقول الواحد ياخد 5 ترغفه وتحسبوها في الشهر الاسره من 5، تلاقي عايزين لهم حوالي 200 جنيه كمان فرق ايه؟ عيش. يبقى ادي 150 جنيه فرق اسمه ايه ده؟ بوتاجاز. و200 جنيه مش عارف ايه. اذا لو انا اديت له الاسره كل اسره 500 جنيه من الاسر مثلا 2 مليون اسره، وتيجي تضربهم مش عمرهم هيطلعوا 200 مليار اللي احنا بنرميهم في الايه؟ في الارض كل سنه للدعم، ويروحوا للناس ما لهمش. يا جماعه احنا الجهاز مش انتوا، بحث الدخل والانفاق الاخير بيقول ايه؟ اعلى شريحه في الدخل في المجتمع في الانفاق، يعني اسف في الانفاق 69% منهم عندهم بطاقه تموين. مين عاقل يقول الكلام ده؟ اغنى خمس في المجتمع عنده بطاقات تموين، 69% عندهم بطاقات تموين. كلام طبعا سفه، يعني ده سفه بعينه، ان انت عمال ترمي الدعم للناس ايه ما هياش محتاجه هذا الايه الدعم. فاحنا بنقول احنا كنا بنتكلم ودخلنا في القصه دي الرئيس القادم والدعم، قلنا لابد الشفافيه دي والكلام ده يتقال للناس، الناس يمكن تتأثروا شوية، ما تقعدوش تقومونا بقى بصور، يعني محدش يعني ده جراحة ضرورية، جراحة ضرورية. قلنا قبل ما الدولة تعملها لازم تعمل إجراءات، بس يمكن من الإجراءات دي 5% يسقطوا و2% يسقطوا و3% يسقطوا من الإجراءات دي، وده متوقع. فإحنا دول يبقى إيه، يهدوا شوية ونعمل لهم نظام ان اللي اتنسى ممكن يتحط في الموضوع تاني. بس المهم ان كلنا كمجتمع واعي ان الدعم ده خراب بيوت للايه للمصريين. بس طب في حاجه سعادتك اللي هو برضه بعض المرشحين اللي هو بالنسبه لتعديل حدود المحافظات عمل ظهير صحراوي وظهير البحر، فايه تصور حضرتك
في تاثيرها على النهارده. انت محافظ، انت محافظ مزنوق في الدلتا ما عندكش اي حاجه، والناس عماله تبني لك على الاراضي الزراعيه لانهم عايزين يسكنوا عيالهم. لما محافظتك تطلع لبره في الصحراء وتعمل مدينه او مدينتين او ثلاثه، وتيجي بقى تقتل اللي بيبني على الارض الزراعيه، بقى لك حق. لكن النهارده انت الناس عماله تبني على الارض الزراعيه ليه؟ هو في حد مش عايز يزرع الارض؟ عايزين يزرعوا الارض وكل حاجه، لكن عايزين يسكنوا ايه؟ ولادهم، ومش لاقيين حته. فلما يبقى الظهير الصحيحي الصحراء موجود للمحافظات دي، مؤكد يا جماعه الخلل. المشكله السكانيه عندنا ثلاث ابعاد، واستاذنا قاعد الدكتور هشام عارف، توزيع سكاني سيء على الارض، ونمو عالي. هو الوحيد اللي اتكلم في النمو العالي ده الدكتور هشام النهارده، ودي ان يعني اذا كنتوا كلكم حاسين بمشكله الامن وعدم الاستقرار، واذا كنتوا كلكم حاسين ان في تباطؤ اقتصادي، في حاجه اهم من ده كله، النمو السكاني الايه اللي ضعف الدول الناميه واربع اضعاف الدول المتقدمه. النمو السكاني ال 2 مليون اللي بيجوا كل سنه دول من غير موارد تخليهم ياكلوا ويلبسوا ويسكنوا ويتعلموا يروحوا للدكتور، معناها ان معظم الشعب بعد شويه هيبقى فقير، ومستويات المعيشه تتراجع، لان عندك اعداد رهيبه. الاقتصاد بيزيد ب 2% والسكان بيزيدوا ب 2.5%. اساتذه اللي قاعدين هنا يقولوا ايه؟ يقولوا ان لما تبقى عندك 2.5% سكان، تبقى انت عايز اقتصاد بينمو ب 10% ويقعد 20 سنه كده ما ينزلش عشان يقدر ياكل ال 2.5% دول ايه؟ سكان بيزيد. لكن انت ساب المشكله السكانيه كده واوضاعك الاقتصاديه كده، معناها خراب، ومعناها تدني مستويات معيشه، ومزيدا من الفقر، ومزيدا من الظواهر السلبيه في المجتمع. النقطه المهمه جدا عايزين نقولها للناس يا جماعه وتوصلوها للناس، الاستحقاق اللي جاي ده ما هوش اختيار رئيس. قبل ما يكون اختيار رئيس هو موافقه، او بتمضي كل واحد مننا بيروح الصندوق بيمضي انه موافق على الاول على خريطه الطريق. خريطه الطريق اللي اتعملت في 30/6 وفي 3/7 قوة داخليه وخارجيه ادعت علينا ادعاءات، اللي قال لك فوتوشوب، واللي قال لك دول مش عارف كانوا كام الف، واللي قال لك مش عارف ايه، واللي ايه واللي ايه، كتير لهم مصالح يشككوا في اللي ايه، في المظهر الانساني اللي لم تزهده الكره الارضيه من قبل، ان هذا العدد كانوا واقفين على رجليهم في الشوارع في توقيت واحد على سطح هذا الكوكب. ما حصلش الرقم ده ابدا في الدنيا، لكن في ناس بتتغاضى وتتناسى ومش عايزين يقروا الايه الواقع، واهمهم الناس اللي كانوا في النظام السابق. انا بقول لكم اهو، انا كنت قريب جدا من الاحداث في التوقيت ده، ولغايه الساعه 4 زي ما قال الرئيس، زي ما قال المشير السيسي يومها، وده كنا نعرفه جدا، لغايه الساعه 4 بس ايد الرئيس السابق علشان يرضى يوافق على مطالب الايه الناس. الصوره اللي انتوا شفتوها، البابا قاعد والشيخ الازهر قاعد، والمنظر اللي انتوا شفتوه ده، الشيخ الازهر ده جاب طياره من سوهاج في نفس الايه اليوم، كان في الصعيد. لو هم مخططين القصه دي وعايزين يعملوا كده كانوا جابوه من قبلها بيوم، او قالوا له ما تسافرش النهارده الصبح، لكن هو سافر النهارده الصبح والطياره جابته عشان يقعد القعده اللي انتوا ايه شفتوها دي. ده دليل ايه؟ ناس كانت نفسها ان النظام يرضى بالاختيارات، او يرضخ لاختيارات الايه الناس واراده الناس. لكن هو لما اصروا على هذا الكلام اضطر ان الجيش يعمل العمله اللي عملها دي نزولا على اراده الناس. فاحنا بنقول قبل ما نروح الصندوق هنختار حد من المرشحين، وانا عمري ما اقول لهم يختاروا مين، يختاروا اللي هم عايزينه، لكن قبل ما يروحوا لازم يعرفوا ان هم بيحطوا صوتهم جوه الصندوق اللي هيتعد بقى المره دي. كنتوا بتقولوا مش انتوا 30 مليون و35 وقعدتوا تقولوا لنا بارقام، طب عايزين نشوفهم بقى دول جوه ايه؟ الصناديق، عشان يبقى ده بنقول المصريين كانت ارادتهم كده. ولكن ان احنا نقعد بقى نقول ايه؟ الله ده الانتخابات محسومه، ده احنا اللي احنا عايزينه جاي من غير ما نروح، ده احنا مش عارف ايه، ده هيأثر يا جماعه على نسبه الايه؟ المشاركه. اقول لك هم ما كانوش عايزين، وهم دي ارادتهم اتزيفت، وهو ما راحوش في الايه؟ مش موافقين على الاجراءات بتاعت المحطات بتاعت خريطه الطريق دي. والنسبه اللي كانت في الاستفتاء اللي فات 38% برضو كان نفسي تبقى اكتر ايه من كده. وده احنا عندنا الرساله دي لازم الاعلاميين يقولوها للناس، يا ناس لازم تروحوا، الموضوع مش محسومه لده ولا محسومه لده، الموضوع مش رئيس بنختاره، الموضوع خريطه الطريق ارادتنا فيها هي اللي نفذت، وده احنا رايحين نثبت ان دي كانت ارادتنا. اولا انا بقول اهو ان الدعم بتاع الطاقه ده يعني لابد يحصل فيه شيء، لابد يحصل فيه شيء. انت بتقول لي وقت مناسب ولا مش مناسب؟
انا هو احنا يفصلنا عن الانتخابات البرلمانيه قد ايه؟ 4-5 اشهر. انا شايف ان الرئيس اللي جاي وطبقا للعلاقه بينه وبين ناخبينه ممكن ينتظر لغايه ما يجي مجلس الايه؟ يبقى هم نواب الشعب بقى دول اللي ايه؟ اللي قرروا. لكن انا بقول ان احنا مصر تقعد 10 سنين ما تحركش سعر الطاقه قرش ساغ واحد، ده كان من أسوأ ما حصل في مصر في العشر سنوات الايه السابقه. احنا لو كل سنه كنا كل بس السولار ده، لان لما رفعنا ال 35 قرش سولار يا جماعه المره فاتت جاب حصيله 5 مليار جنيه. ال 35 قرش سولار جابوا 4.8 مليار جنيه المره اللي فاتت. 35 قرش سولار جابوا 4.8 مليار جنيه في السنه، لان دي اكبر ماده بتروليه ايه مدعومه هي الايه السولار. فاحنا بنقول مين اللي كان يسيب السولار 10 سنين من غير ابو 35 ابو 110 النهارده، لما يبقى 120 السنه الجايه الناس مش ال 10 ساق دي مش هتعمل مشكله، لكن هتقعد بقى تقعد ساكت 10 سنين وتيجي تقول ايه تعمله ب 150 ولا ب 2 جنيه ولا ما اعرفش ناويين على ايه فيه. فالمكاشفه هي اللي هتخلينا نوعي الناس ان ده مش لمصلحتهم. الاغنياء بيسرقوا الايه الفقراء بال 200 مليار دول دعم، الاغنياء بالواضح كده الاغنياء بيسرقوا الفقراء، والدوله زي ما قلت من شويه شطارتها وذكائها تعمل الاجراءات عشان تقلل ده ايه تاثر الناس الايه اللي تحت على قد ما تقدر، بس الناس تبقى فاهمه ان ده ضروره، وانتوا لكم دور في كده، لازم تعرفوا الناس ان دي ضروره. المريض لازم يغش العنايه الايه المركزه ويعمل العمليه، لازم يعمل العمليه. ما هو الاربعه مليار دول قول 5 مليار، انت عارف ان الموازنه حوالي 800 مليار اللي بتتصرف، ربع رايح للمرتبات وربع رايح لخدمه الدين وربع رايح للدعم، والحكومه عندها ربع عشان 150 مليار عشان تصرف. الخمسه دول هيعملوا ايه في كل في تعليم ولا صحه ولا اسكان ولا طرق ولا بنيه اساسيه ولا 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 الحكومه محتاجه عشان تحصل هذا الكلام. فانت ايه 5 مليار يعملوا ايه في الـ في الـ في الـ في الـ اللي انا بحكي لك عليه ده؟ يعني ده، وخلي بالك ان دول بيروحوا لوزاره البترول، يعني ده لما تشوفهم كده بتبص تلاقي ده فرق اسعار عالميه من اسعار محليه وشريك اجنبي وشغلانه كبيره جدا جدا، ما هوش يعني دخل الحكومه كاش ماني تحطه في الايه؟ في الخزنه. بقول يا سعاده لو تعليق حضرتك طبعا متابعتك الواقعيه في برامج المرشحين تصورك قد ايه؟ نص الناس كام في الميه يعني؟ لان في بعض شعارات كتيره جدا وبراقه وان هننفذ وهنعمل. عجبني امبارح يا جماعه في المصري اليوم جدا، عجبني جدا امبارح مقال في المصري اليوم للدكتور فشير اسمه عز الدين فشير. هو قال لك ايه في البدايه؟ قال لك انت النهارده لما يكون عندك ميه في حته وعايز توديها حته تانية بتعمل ايه؟ بتحفر ايه؟ قناه، ولازم الميول والمناسيب تسمح بانسياب الميه من هنا لايه؟ لهنا. قال لك انا شايف ان الناس او المجتمع دلوقتي كلام 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 كلام، لازم كل مرشح يحفر القناه. ما هو الميه مش هتروح من حته تقعد تقول والنبي يا ميه روحي والنبي يا ميه روحي، مش هتروح. فلازم تبقى انت تاخد ايه؟ اجراء انك تحفر فعلا القنوات اللي تنساب فيها الميه عشان تروح المكان اللي انت عايزه. الواقع هو المكان اللي فيه الميه، والمأمول هو الناس اللي ايه؟ واحنا مطلوب مننا نحفر. نحفر يعني يبقى في واقع يا استاذ خيري. انت بتشايف ان برضو الكلام ايه مزعلك؟ لا مش مزعلنا كلام، لا يعني مش شايفه واقعي. لا هم كل واحد عامل مشاكلنا كبيره جدا يا جماعه، مشاكلنا كبيره جدا جدا جدا. يعني و... قضيه التنفيذ ساعات تقول دي مشكله في الكلام، يعني ازاي ينفذ وازاي يقدر يواجه الشعب؟ لان في اعلان في معضله اقتصاديه، اذا ما كنتش هتحلها دلوقتي هتتفاقم. احنا أصاص... احنا يا استاذ خيري ايا كان مين المرشح اللي جاي لابد ان نقف جنبه ونعمل. ها هي دي اخطر حاجه العمل يا جماعه. مش احنا النهارده انا مثلا في جهاز تنفيذ اهو، ولا تتخيلوا اللي الواحد بيستصرخ في الموظفين قد ايه عشان ايه نغير اوضاعنا شويه. ما هو لازم قيمه العمل عندنا ايه احنا كمصريين تتغير. انا رغم كل اللي احنا عمالين نحس في الناس فيه يا جماعه، احنا نبطل بقى نطلب مطالب ونشوف واجباتنا، ما ندورش على حقوقنا بس. احنا لابد ان احنا كمصريين
سلوكنا هيتغير. انا من لغايه دلوقتي شايف الناس كل واحد قاعد رجل على رجل وعمال يقول لك هيعمل لنا ايه، هيجيب لنا ايه. انتوا فين يا ناس؟ انتوا فين من العمل؟ انتوا فين من العمل؟ انتوا فين من قيمه العمل؟ انتوا فين من الاتقان؟ انتوا فين من يعني ده دور لابد ان احنا كمان ايه نقوم بيه. مش بس هنقول المرشح اللي جاي هيعمل لنا ايه، احنا لازم نساعده ولازم نكون احسن شويه. واللي عمال يرمي في الزباله في الحته دي يخلي عنده ايه شويه ويغير سلوكه شويه ويهتم من يحطها مش عارف فين ويجمعها ما اعرفش ايه، وما يبقاش كده الامور سايبه واللي بيركن في الشارع واللي ينزل يبيع في على الرصيف ومش عارفين نمشي. السلوك ده كله لازم المصريين يبداوا يقرين بنفسهم، مش هنقعد نستنى في الرئيس يعمل ايه. احنا كمان لازم نعرف ان احنا في نقطه فارقه ولابد ان سلوكنا يتغير.